محمد شعبان عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري التايكوندو والمشرف على المنتخب الأول. إحنا الفترة اللي فاتت الحمد لله السنتين اللي فاتوا قدرنا نحقق نتائج متميزة في المنتخب كشكل عام. ولادنا تقريبا قام المنتخب نصه مصنف من أحسن عشرة في العالم. وربعه مصنف من احسن خمسه في العالم، فالفتره اللي هي سنه 2013 14 اعتقد الجهاز الفني المصري اللي كان موجود حقق اللي عليه وقدم كل احنا طالبينه منه. الفتره الجايه احنا تم التعاقد مع المدرب الاسباني روسيندو الونزو وهو راجل عنده خبره كبيره في مجال التدريب كان بيمرر منتخب المكسيك قبل كده منتخب جواتيمالا وحقق معاهم نتائج كتيره يعني في 2013 ست ميداليات في بطوله العالم، ست ميداليات متنوعه في الجائزه الكبرى في السنتين اللي فاتوا، فالفتره الجايه سند هو بيقود المنتخب من اول فبراير واحنا عندنا محطه مهمه اللي هي بطوله العالم في شهر مايو ونتوقع ان شاء الله بعد تعافي الاصابات اللي عندنا في الفريق هدايا ملاك محمد ايمن ويكتمل قوام المنتخب ان احنا نحقق اكتر من ميداليه باذن واحد احد في بطوله العالم اللي جايه ان شاء الله <applause> والله ان يا... انا اقول لك اه بس هو مش كده هو طبع البلد يعني انت لو رحت صورت ماتشات تايكوندو وماتشات كاراتيه وماتشات سلاح لو شغلتها في البيت على التلفزيون مين كم واحد هيتفرج عليها؟ فاعتقد ان هي مش مش الاعلام هي التوعيه والدعايه للالعاب الفرديه ده محتاج يزيد آه وزاره الشباب والرياضه آه بقى لها سنتين معانا في دعم مستمر ودي حاجه ما موجوده قبل كده آه ودي حاجه ده, ده المطلوب ده الاهم بالنسبه للاعلام في شغل المفروض انا وجهه نظري يحصل قبل الاعلام اللي هو ان احنا نعمل توعيه للرياضات دي نعمل توعيه لابطالنا اللاعب يبقى عندنا معروف ان هو ده رمز للولاد الصغيرين ورمز للبلد وده محتاج مجهود من من كذا جهه من الاتحادات من اللجنه الاولمبيه من الوزاره مع الاذاعه والتلفزيون يعني كل الجهات دي محتاجة تشتغل في الناحية دي أه وأول ما هيبقى فيه المنتج اللي هو اللعيب اللي هو الناس عارفاه أه أنت هتلاقي أن فيه جمهور بيبتدي بقى عايز يعرف الأخبار وساعتها الإعلام والقنوات هتتابع الموضوع ده أوتوماتيكي ميرسي شكرا جزيلا تحت أمر